أطلق منتدى شباب العالم مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع. ويدعو منتدى شباب العالم كافة نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف، وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار 3 أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين. السينما فن الحكاية، الحكاية اللي بتلون حياتنا بأصوات بتاخد عقلك، بلقطاتها المذهلة، حركة بترفع مستوى الأدرينالين لما تشوف معركة ما بين الخير والشر، حبكة ممكن تفهمها وممكن لا. احنا بنحب السينما بأفلامها وكل حاجة فيها، بس الحقيقة ان ده مش فيلم وده مش نجمك المفضل اللي هيدخل من فيلم لفيلم ومن شخصية لشخصية ويمارس حياته بشكل طبيعي، وده مش سحر السينما ولا ناس بتموت 10 مرات، دي مش شخصيات من أفلام بنحبها. كل دول بشر لازم نتحرك علشانهم، لازم ندعمهم، علشان مع بعض ممكن نوقف حروب العالم وننشر السلام. منتدى شباب العالم، شباب من أجل إحياء الإنسانية.